الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 18 من الكتاب السابع، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار. والمقصود لا تؤخر بعد التأكد من الموت، مش واحد يغمو عليه تروح تغسله وتدفنه، يبقى لازم نتأكد الأول من موت الميت، لأن في ناس يغمو عليها وممكن يدخل في غيبوبة، الناس تتصور إنه مات. علشان كده حتى المعمول به في الطب لما المريض يموت في المستشفى لا يكتب في التذكرة إنه مات إلا بعدها بثلاث ساعات، لازم يشوفه تاني بعد ثلاث ساعات، وبعض المستشفيات يقول لك ست ساعات، لأن في ناس كتير تحصل إنه يتسرع ويقول لك مات ويحطه في ينقله في حجرة الموتى في المستشفى، يجي الراجل المغسل تاني يوم عايز يرجع يلاقيه صح وبيتحرك. الحكاية دي مهمة، الحكاية دي لأنها بتحصل مشاكل، وسمعنا إن بعض الناس دفنوا أحيانا بسبب هذا. فلا لابد ان الانسان يتحقق من الوفاه بيقين، يعني ينتظر شويه، ينتظر عده ساعات مش مشكله، لحد ما يتاكد تماما انه مات موت حقيقي. والموت الحقيقي بتوقف النفس والقلب معا، وليس ايه الموت الاكلينيكي اللي يقولوا عليه، يبقى القلب بيدق ويقولوا اصل مخه بقى فلات، رسم المخ بأفلاد، ده شغل شوشرة، كأنك بتدفن إنسان حي أو بتقتله. طالما في نفس وفي روح وفي نفس ودورة دموية شغالة، قلب يدق ونفس يتحرك، يبقى ميت، يبقى أي حي زال الاثنين لازم يزولوا الاثنين. يعني لو توقف النفس ولسه القلب فيه بعض النبضات انتظر، مستعجل على إيه؟ انتظر، ما كلنا هنموت بس لا تتعجل. إذا تأكدت بقى إن الإنسان مات، يبقى في الحالة دي لا تؤخر، تقوم بواجبات الميت، وهي الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن، أربع واجبات، إنك تغسله وتكفنه. قبل ما تغسله بتغمض عينه زي ما قلنا قبل كده، تغميض عين الميت دي سنة، وأحيانا كمان تربط ايه الفكين علشان ما يتفتحش فم الميت بسبب ارتخاء المفاصل فيدخل اي الهوام في الفم، دي كلها قبل التغسيل. وبعدين تغسل، وبعد ما تغسل تكفن، وبعد ما تكفن تصلي عليه، وبعد ما تصلي عليه تحمله الى قبره ويدفن. يبقى باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر. طب وهل يجوز تأخير الجنازة من أجل حضور الولي؟ افرض ابنه كان مسافر أو أبوه كان مسافر وقال لك أنا حاجي صباحا وهو مات مساء، خلاص انتظر، انتظر لما يجي ولي، مش كده برضو أحسن؟ ومش كده وبس، وممكن تنتظر لحضور الصالحين، لحضور الصلاة عليه ولجمع الناس الطيبين حتى يكسر الجموع اللي تصلي عليه، لأن وردت أحاديث من صلى عليه 100 ودعوا له غفر له، وفي حديث من صلى عليه 40، وفي حديث من صلت عليه 3 صفوف، يعني معنى التكثير مطلوب، يبقى لمصلحة الميت. ما لم يتغير هذا الشرط بقى، ما لم يتغير، لكن لو هيسرع عليه التغير يبقى خلاص عجل بقى. ميت عنده تورم ومنفوخ كده وبيئة حارة شديدة الحر ومفيش تلاجة،
يبقى ادفن بقى على طول. ليه؟ لانه هيسرع له التغير، ولو سرع له التغير لا تستطيع انك انت تغسله، يمكن يتهرق لحمه ما تستطيعش تغسله. وكذلك لو اكتشفت انه ميت بعد وفاته بعدة ايام ما تأخرش بقى. في ناس دلوقتي بيموت جوه شقته مقفولة عليه، ما يعرفوش انه مات، يكتشفوا بعدها باسبوع. مفيش بقى اخر، اخر ايه؟ ده تغير. ده احيانا بتصل لمرحلة انك انت لا تستطيع ان تغسله، وفي الحالة دي لو لم يغسل يكفن ويدفن بلا صلاة عليه، ولكن يدعى له، بدل الصلاة بقى يدعى له. اللهم اغفر له وارحمه كل حاجة، لكن مفيش بقى التكبيرات والصلاة عليه خلاص، لأنه لم يغسل. باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار. ومن عادة النصارى واليهود كانوا زمان أيام النبي يتبعوا الجنائز بالنار، ويمكن في بعض البلاد إلى الآن. فده نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أولا فيه يعني النبي كان يحب الفأل الحسن، وإحنا طول عمرنا بنستعيذ بالنار، يوم وقت وفاته تجيب ما تمشي وراه نار. يعني النبي كان لا يستسيغ مثل هذه الأشياء، فيها تشبه بالكفار، ثانيا ليست فيها الفأل الحسن صلى الله عليه وسلم، فكان لا يحب أن تتبع الجنائز بالنار. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجة في سنن الحديث 53 بعد 500 والألف، يقول حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الله الجهني أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عليه السلام ورضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت. يعني لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت، إذا تيقنتم الموت كويس وحضر وليه واجتمع الناس للصلاة عليه، كما فعلت الأمة على مر العصور بيعملوا كده. مش يموت بالليل بعد العشاء تروح دفنه بعد العشاء والناس نايمة في بيوتها، طب مين هيصلي عليه؟ اصبر للصبح، مش هيجرى حاجة لما الناس تصحى وتعرف وتجتمع. لأن في ناس بتفهم الأحاديث دي بطريقة تقوم تطبقها بطريقة خطأ. يعني لا تؤخروا الجنازة إلا لغرض صحيح. إذا كان في غرض صحيح يبقى ماشي، والغرض الصحيح جمع الناس، جمع الناس حضور الولي، مش كده برضه؟ يبقى النهي هنا مقيد، مقيد بأمور أخرى، بدليل إن الصحابة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي توفي ضحى يوم الاثنين، ضحى يوم الاثنين 12 من ربيع الأول في العام العاشر من الهجرة النبوية الشريفة. ودفن متى؟ دفن يوم الأربع بالليل، الأربع بالليل. في بعض الناس يقول لك ما هو ده نبي مش هيتغير، ما يجراش حاجة. لو كان غير النبي وهيتغير يبقى إيه؟ أخروا 3-4 ساعات مش هيلحق يتغير لحد ما الناس تجتمع. لكن أخروا دفن النبي لأسباب بقى، عدة أيام لأسباب، لأن أول مرة يموت فيهم نبي، ما كانوش متأكدين النبي مات ولا لأ كمان، وخايفين ومش عارفين إيه الإجراءات اللي تتم، أين يدفن؟ هل يصلى عليه كما يصلى على سائر الموتى؟ طب وهل يغسل؟ وهل وهل أسئلة كتيرة. كان أول مرة يموت فيهم نبي، والعرب ما كانش فيهم أنبياء قبل كده، فاحتاروا لحد ما جاء سيدنا أبي بكر الصديق وحل لهم الإشكال. قال لهم إنه هيدفن مكان وفاته، وإنه يصلى عليه ولكن بلا إمام، أرسالا كده يخش ويصلى عليه في موضع في بيته لا ينتقل، وإنه يغسل، واللي يغسله مين؟ أقاربه، سيدنا علي والفضل أولاد عمه، وهكذا. يعني لما حلوا الإشكالات دي ثم أيضا اجتمعوا وحددوا من الإمام بعد النبي كمان، مين اللي هيقود الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كل دي كانت مشاكل عند الصحابة استدعى التأخير وإيه؟ دفن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أنبأنا معتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز أن أبا بردة حدثه قال أوصى أبو موسى الأشعري حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر. مجمر اللي هي الحاجة المبخرة يعني اللي بيبخروا بيه، لأن ده إسراف بلا داعي، إسراف بلا داعي. البخور كان أيام العرب بخور عود غالي، ما كانش فيه لسه البخور الصناعي اللي بيتباع الكبشة منه بكلام فارغ، كان بخور عالي يعني يمكن ساعات يبقى أغلى من الذهب، فيعتبر عالي، ولحد دلوقتي غالي، العود الأصلي غالي، يباع كده بالجرام كأنك بتشتري ذهب. فده إسراف بلا داعي. فسيدنا موسى الأشعري نهاهم أولاده وهو على فراش موته إنه لا يتبعوه بمجمر، يعني علشان ما تبقاش فيه تكاليف، يعني كان الصحابة لا تحب الإسراف. لا تتبعوني بمجمر قالوا له أو سمعت فيه شيئا، يعني من رسول الله، ولا ده اجتهاد منك؟ قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سمع كده من رسول الله. يبقى بدأ الحديث موقوفا وانتهى مرفوعا، بدأ موقوفا على الصحابي ثم انتهى مرفوعا حيث أنه نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في من صلى عليه جماعة من المسلمين. احنا نشوف لما ربك سبحانه وتعالى شرع الصلاة على الميت وهو الاستغفار معناه انه قبله، اعرف دي كويس، لأن الله لا يشرع شيء إلا لأنه يريد قبوله. فكون ربنا قال لنا صلوا على الميت واستغفروا له معناه يغفر له يقينا، يغفر له يقينا، لأن أصلا ما فيش تلاعب. ربنا سبحانه وتعالى كريم، مش يقول لنا استغفروا له ويقول في الآخر أنا مش هغفر له، ما ينفعش، ده تلاعب، والله منزه عن هذا، واخد بالك. فكون ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا الصلاة على الميت دليل أن كل ميت مسلم صلي عليه غفر له، ودي بشارة كبيرة لمن مات على الإسلام. بأي عدد؟ بأي عدد. أما الحكاية 140 وثلاث صفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خفف، لما لقى 100 قال اللي يصلي عليه 100، ولما لقى 40 قال اللي يصلي عليه 40، ولما لقى ثلاث صفوف قال اللي يصلي عليه ثلاث صفوف، ولو لقى صف واحد هيقول اللي يصلي عليه صف واحد. فالحكاية هنا لا عبرة بالعدد، ولكن أي إنسان صلى على ميت واستغفر له، وهذا بإذن الشرع، لأن الشرع هو الذي أمرنا بصلاة الجنازة، ولا يأمرنا بشيء إلا لأنه يريد أن يقبله منا. فدي نقطة هامة، إن الإنسان يحسن ظنه بالله ويحسن ظنه بسائر المسلمين الذين صلي عليهم صلاة الجنازة وماتوا في الإسلام وعلى الإسلام وفي بلاد الإسلام. كل دي رحمة لهذه الأمة المرحومة. يعني هذه الأمة اسمها إيه في الأمم السابقة؟ الأمة المرحومة، لأن إن لم يسعفه عمله يسعفه الاستغفار عليه بعد وفاته. فكل دي رحمة، فنسأل الله أن يميتنا على الإسلام بين المسلمين. باب ما جاء في من صلى عليه جماعة من المسلمين. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال أنبأنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له. وعن أبي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا بكر بن سليم قال حدثني حميد بن زياد الخراط عن كريب مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال هلك ابن لعبد الله بن عباس فقال لي يا كريم قم فانظر هل اجتمع لابني أحد؟ فقلت نعم. فقال ويحك كم تراهم؟ 40. قلت لا بل هم أكثر. قال فاخرجوا بابني فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من 40 من مؤمن يشفعون لمؤمن إلا شفعهم الله. شفعهم الله يعني قبل شفاعتهم. وهنا دل على ان سيدنا عبد الله بن عباس كان ينتظره ويأخر لحد ما يجتمع الناس، وده فعل الصحابه على مر العصور.
ويبعت كريب، وده مولاه. مولاه يعني ايه؟ يعني كان عبدا عنده، ثم ايه؟ ثم اعتقه فصار مولا له، وصار تلميذا له ايضا راويا لعلمه. فقال الكريب انظر كده اجتمع الناس، قال له نعم. طب اجتمعوا عددهم كام؟ قال له فوق 40. قال له خلاص اطلع صلي. يعني لو كانوا اقل من 40 كان هيقولوا استنى شويه. يبقى يجوز هنا الانتظار لاجتماع الناس. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن مالك بن هبيره الشامي، وكانت له صحبه قال كان اذا اتي بجنازه فتقال من تبعها جزاهم ثلاثه صفوف. يعني لما كان يجي له جنازه ويستقل العدد اللي جاي معاها يقوم يقسمهم ثلاث صفوف، يوقف ثلاثة 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 مثلا، أو اثنين اثنين اثنين، الشرط يكمل يعني الصف كويس، جزاهم ثلاثة صفوف. ثم صلى عليها وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على ميت إلا أوجب. أوجب يعني إيه؟ يعني رحم، يعني استحق الرحمة يعني. باب ما جاء في الثناء على الجنازة. الثناء يعني ايه؟ ذكرها، الشهادة لها بالإسلام والشهادة لها بالإيمان وبحسن الخلق، ادي معنى الثناء. والنثاء اللي هو ايه؟ عكسه بقى. النثاء عكسه اللي هو الذم. يبقى الثناء المدح والنثاء الذم. بالثاء برضه. باب ما جاء في الثناء على الجنازة. وعن اللي هي الشهادة له، يعني الشهادة للميت أنه كان على خير، أدي معنى الثناء. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر عليه بجنازة فأثني عليها شرا فقال وجبت، فقيل يا رسول الله قلت لهذه وجبت ولهذه وجبت، فقال شهادة القوم والمؤمنون شهود، شهود الله في الأرض، فقال شهادة القوم والمؤمنون شهود الله في الأرض. طب وهنا ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اذكروا محاسن موتاكم، والراجل ميت يقوموا يعني يذكروه بسوء، والنبي قاعد ما كان يقول لهم اذكروا محاسن موتاكم، ليه ما قال لهمش؟ يبقى ده كان مجاهرا بالفسق. كويس، اذا كان مجاهرا بالفسق في حال حياته فايه؟ فلا غيبة له في حال حياته ولا بعد وفاته. أما إن لم يكن مجاهرا بالفسق يبقى يستر ولا تذكر إيه مساويه طالما كان لا يظهرها، فدي نقطة هامة. وقد يكون الراجل ده كان منافق، ممكن بعض الناس قالوا كده، لكن النبي ما كانش يصلي على المنافق أصلا، لكن دول صلوا عليه. لكن على أي حال مر على النبي بجنازة فأثني عليها خيرا، يعني ذكروا صاحبه أنه كان راجل صالحا، راجل طيب الأخلاق، كان كان يعني ابتدوا يثنوا عليه بما هو أهله. فقال صلى الله عليه وسلم شهادة القوم والمؤمنون شهود الله في الأرض. يبقى مين اللي تكون شهادته مجزئة؟ أهل العدالة اللي تقبل شهادتهم عند الله. لكن مجموعة حشاشين وفسقة ومات منهم واحد حشاش، هيقول لك يا سلام ده ما كانش احلى منه، يثنوا عليه، دي مش مقبوله شهادتهم اصلا في الدنيا. فاهم؟ لابد ان يكون ايه؟ صالحين، علشان يثنوا اولا بصلاح. ليس كل انسان مقبول الشهاده عند الله، يعني لو اثنوا عليه من مقبول الشهاده اللي هم اهل الصلاح والتقوى وربنا سبحانه وتعالى اجرى على السنتين ان هم يثنوا عليه، يبقى دي دليل ان ده يقول لك السنه الحق الخلق أقلام الحق، ألسنة الخلق أقلام الحق،
كأنهم بيتكلموا بما عند الله، لأن إيه؟ لأنهم أهل الصلاح والتقوى، لا يثنون إلا على أهل الصلاح والتقوى. أما لو كانوا أصلا ساقط العدالة فذمهم ومدحهم لا ينظر له، لأنهم ليسوا بأهل شهادة أصلا. دي نقطة مهمة يعني. فليس كل إنسان مقبول الشهادة عند الله، يشترط فيها العدالة ويشترط فيها المروءة ويشترط فيها العقل. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا في مناقب الخير، فقال وجبت، ثم مروا عليه بأخرى فأثني عليها شرا في مناقب الشر فقال وجبت، إنكم شهداء الله في الأرض. وربنا بيقول لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة. إحنا الوقت هنحط الجنازة كده مستعرضة في القبلة بحيث أن يكون رأس الجنازة على يمين الإمام إذا وقف مواجها إياه. كويس؟ طيب الإمام بقى هيقف فين؟ يقف عند رأس الميت ولا يقف عند كتف الميت ولا يقف عند وسط الميت ولا عند عجيزة الميت؟ يقف فين؟ هذه المسألة ساعة الصلاة. الأمر واسع. الأول تعرف كده إن الأمر واسع، يقف في أي حتة. خلاص سهلة. لكن اختيارات الأئمة اللي اختلفوا. الأئمة اختلفوا. الإمام أبو حنيفة مثلا ذهب إلى أنه يقف عند صدر الميت سواء كان ذكرا أو أنثى. مواجها لصدر الميت، سواء كان ذكرا أو أنثى. ده الأحناف. والشافعية قالوا يقف عند منكب الرجل وعند عجيزة الأنثى. كويس؟ والمالكية قالوا يقف عند رأس الرجل وعند منكب الأنثى. يعني اختلافات من حيث الأفضلية لا من حيث الإيه؟ الوجوب. لما تخش تلاقي إمام بيصلي على ميت واقف في أي حتة سيبه. تقعدش تلعب معاه. واضح؟ الأمر واسع. لو تعددت الجنازة في وقت واحد يقوم يصطف الأول الرجل ثم الأطفال ثم النساء وبعدين يقف مواجها للرجل. كويس؟ يعني لو حضرت عدة جنازات في وقت واحد يصلى عليها يصف الأول الرجال صف وبعدين الأطفال صف أمام الرجال وبعدين النساء صف، ويبقى أقرب الميتين للإمام هم الرجال. واضح؟ بنفس ترتيبهم في الصلاة، بس هنا هيبقى بالعكس، هيبقى ايه؟ اتجاه القبلة. كويس؟ يبقى النساء هيبقوا أقرب للقبلة من الرجل من الرجال، ولكن الرجال أقرب للإمام اللي هو هيقف. طب لو صلى وخلى راس الميت في جهة يسار الإمام بالعكس، يعني صحت صلاته ولا تعاد؟ صحت صلاة الجنازة ولا تعاد، ولكن خالف السنة. باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال الحسين بن ذكوان أخبرني عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن سمرة بن جندب الفزاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. وعن أبي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سعيد بن عامر عن همام عن أبي غالب قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام حيال رأسه فجيء بجنازة أخرى بامرأة فقالوا يا أبا حمزة صلي عليها فقام حيال وسط السرير.
فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الجنازة مقامك من الرجل، وقام من المرأة مقامك من المرأة؟ قال: نعم. فأقبل علينا فقال: احفظوا، يعني احفظوا عني ذلك. باب ما جاء في القراءة على الجنازة، يعني هل يقرأ في صلاة الجنازة بالقرآن أم هي مطلق دعاء وصلاة على النبي؟ عند الإمام مالك لا قراءة قرآن على الميت في صلاة الجنازة، ما عندوش قراءة فتح عند الإمام مالك، صريح المذهب، وإن كان متأخري المالكية قرأوا الفاتحة، لكن صريح مذهب الإمام مالك أنه لا يقرأ على الإيه؟ على الميت فاتحة، وكذا عند الأحناف على ما أعتقد، والأحناف عندهم برضه ما يقروش، لكن لو قروا ما يجراش حاجة، إحنا بنتكلم على الاختيار، اختيارهم في المذهب أنه لا يقرأ، لأن القرآن لا يقرأ لغير القارئ، القرآن عندهم لا يقرأ لغير القارئ. واضح؟ عند الشافعية اقرأوا الفاتحة، وهذا هو المعمول به في جميع المذاهب الآن من حيث العمل، ولكن اللي بشرحه لك ده حاجة للدراسة بس وليس للعمل. العمل كله خلاص بيقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، يصلي على النبي بعد التكبيرة الثانية، يدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة، ويدعو لسائر المسلمين بعد التكبيرة الرابعة، ثم يسلم. هو ده اللي معمول عليه في جميع أنحاء العالم الإسلامي مع تعدد المذاهب، لكن من حيث الدراسة فقط بنذكر إيه الخلاف الأصلي عند العلماء. الشافعية بيقرأوا الفاتحة لكونها قرآن ولكونها صلاة افتقرت لتكبير إحرام ولتسليم ولوضوء والاتجاه للقبلة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة إلا بأم الكتاب. واضح؟ فقياسا على الصلاة يبقى يقرأ فيها فتحة. واضح؟ ويقصد قرآنيته، لا يقصد الفاتحة كأنها دعاء وثناء، لا، يقصد قرآنيتها الفاتحة كده. المالكي والحنفي لما يقرأ الفاتحة يقصد بها الثناء على الله ولا يقصد قرآنيتها، لكن الكل في الحيث من حيث القراءة كله بيقرأ. واضح؟ المالكية قالوا إن صلاة الجنازة تقاس على الطواف وليس على الصلاة، فهي كالطواف، فلا لزوم لقراءة قرآن في الطواف أصلا، وإن قرأت جائز. واضح؟ وعشان كده قالوا لا لزوم، وإن قرأتها تقصد بها الدعاء والثناء ولا تقصد بها قرآنيتك. دي وجهة نظر المالكية حتى لو قرأوا الفاتحة. فمن حيث العمل واحد في الصورة، لكن من حيث يعني تعليل العمل يختلف من مذهب لمذهب، خدت بالك؟ لكن أقل صلاة الجنازة تجزئ بانك انت تكبر اربع تكبيرات، وبعد كل تكبيره تدعي له، يعني تقول: الله اكبر اللهم اغفر له، الله اكبر اللهم ارحمه، الله اكبر اللهم اغفر له، الله اكبر اللهم ارحمه، السلام عليكم السلام عليكم، خلاص صلاه جنازه حلوه. فهمت بقى؟ يعني ما اشترطش انك انت، لكن هذه الصلاه باطله عند الشافعيه بس حلوه على الثلاث مذاهب التانيين. الشافعيه طالما ما قريتش فاتحه تبقى ما صليتش الجنازه. واضح؟ إنما الباقيين قالوا الفاتحة دي ثناء وليست ركنا. الشافعية قالوا إنها ركن، وقال لك لابد كمان تصلي على النبي ركن. واضح؟ ده مذهب الشافعية، وبالتالي يبقى الخروج من الخلاف مستحب، فنقرأ الفاتحة ونصلي على النبي وندعي له عشان تبقى صلاة الجنازة كاملة، لأن الخروج من الخلاف مستحب. باب ما جاء في القراءة على الجنازة، لكن بإجماع المسلمين لا تقرأ سورة غير الفاتحة، بالإجماع بقى. ما تقراش أي سورة غير الفاتحة. ولا يقرأ بعد الفاتحة سورة، ولا يستحب ذلك، بل ولا يستحب دعاء التوجه كمان. فقط تقول بعد الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتشرع في الفاتحة. ما فيش بقى وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، واللي اللي هي دعاء التوجه اللي بيتقال في الصلاه العاديه، لا مفيش. واضح؟ باب ما جاء في القراءه على الجنازه، وعن ابي قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا ابراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازه بفاتحه الكتاب.
وعن أبي قال حدثنا عمرو بن أبي عاصم النبيل وإبراهيم بن المستمر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حماد بن جعفر العبدي قال حدثني شهر بن حوشب قال حدثتني أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة. نماذج بقى للأدعية، لأن الدعاء لا يوجد دعاء معين لازم تقوله، ومش شرط تحفظ الدعاء الوارد، لكن لو حفظته جميل. أي دعاء يخطر على بالك جميل كده تحب تدعيه لنفسك، ادعي للميت. أي دعاء يخطر على بالك كويس، فما فيش داعي انك انت تقيد الناس بصيغة دعاء معينة فتصعب عليهم صلاة الجنازة. أي دعاء حلو، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافيه واعف عنه، حلوة جميل في كل حاجة. مهما دعيت بعد كده هتلاقيه حوالين الموضوع ده، فهي ماشية. باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة. وهل لابد انك انت تعرف ذكر ولا انثى عشان تخلي الدعاء بلفظ التذكير ولا بلفظ التأنيث، بضمير التأنيث؟ استملي بقى الايام دي طلع موضة كده، راجل ولا ست يا عم الشيخ؟ ملهاش لازمة الكلام ده، شغل فوضى كده ما يصحش. انت اولا لو ذكرت وطلع مؤنث صلاة صحيحة، ولو أنست وطلع مذكر الصلاة صحيحة، لأنها نفس. مش الرجل ده نفس والمرأة نفس؟ أما تقول اللهم اغفر لها وارحمها وطلع راجل، ما هي نفس. كويس؟ وأما تقول اللهم اغفر له وارحمه وطلع امرأة، فكونوا أمامك تقصر هذا اللي أمامك. فالحكاية بسيطة. لكن لا، لازم بقى اللي يعرف يعني. ملهاش لازم. فالحكاية سهلة. باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة. وعن أبي قال حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المديني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني طلعوا من قلبك، ادعي له من قلبك. تعرف انت ما تدعي للميت من قلبك، يوم ما تيجي تموت يجي لك مسلمين يدعوا لك من قلبهم، لان كما تدين تدان. وعن ابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على الجنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. والدعاء ده يتقال بعد التكبيرة الثالثة، لكن لو قلته بعد التكبيرات كلها ماشي، لكن الافضل تقوله بعد التكبيره الرابعه، بعد التكبيره الرابعه يعني قبل التسليم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وانثانا وحاضرنا وغائبنا وعاصينا وطائعنا، اللهم من احييته منا فاحيي على الاسلام، ومن توفيته منا توفاه على الايمان، اللهم لا تحرمنا اجره ولا واغفر لنا وله ولا تضلنا بعده. كل دي ادعيه حلوه تقولها بعد التكبيره الرابعه وقبل التسليم، الافضل كده، ده اختيار الشافعيه يعني. لكن لو حط الان الرابعه ولا الثالثه؟ لا الرابعه، ما هي الثالثه الميت بعد الرابعه. وعن ابي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح قال حدثني يونس بن ميسره ابن حلبس عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، في ذمتك وحبل جوارك، يعني في حبل جوارك يعني في عهدك. كويس، حبل الجوار يسموه العهد بلغة العرب أيام النبي. اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك أي عهدك،
فقه فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. أدعية جميلة للنبي، كل دعوة تقرب من النبي جميل صلى الله عليه وسلم، لدرجة الواحد لو سمع الدعوة دي يتمنى هو يبقى هو الميت علشان تصيبه يعني. هنا يذكر اسمه؟ ها؟ يذكر اسمه؟ اه ذكر اسمه، ايه المشكلة؟ يجوز. وتقول رقم القوم عشان تشابه الأسماء بس، هتبقى مشكلة. وقالوا به قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا فرج بن الفضالة قال حدثني عصمة بن راشد عن حبيب بن عبيد عن عوف بن مالك قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على رجل من الأنصار فسمعته يقول اللهم صل عليه واغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واغسله بماء وثلج وبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله بداره دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقيه فتنة القبر وعذاب القبر. قال عوف فلقد رأيتني في مقام ذلك أتمنى أن أكون مكان ذلك الرجل لما سمع الدعوات الحلوة دي. طبعا لكن النبي دعا لأمته ما تقلقش، النبي في قبره بيدعي لأمته برضه ما تقلقش خفش. شوف طول ما أنت منتسب لهذا النبي أنت كسبان ومعك كل شيء، اللي خسران كل شيء هو الذي لا نسبة له مع هذا النبي، هو اللي خسر كل حاجة. لكن طول ما أنت منسوب له فالحمد لله الذي نسبنا له. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر في شيء ما أباحوا في الصلاة على الميت، يعني لم يوقت، يعني ما وسعوا لنا في الألفاظ وكيفية الدعاء ما وسعوا لنا في إيه؟ في صلاة الميت، يعني أي دعاء حلو، يعني ما فيش حاجة معينة لازم تقولها، لا سيبها لهم كده وسع. لا إيه؟ لأن ده رزق الميت بقى، الدعاء اللي هيخطر على بالك ده رزق الميت، يوم إيه ربنا يوسع عليه. ونقف على باب ما جاء في التكبير على الجنازة أربعا غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا يسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اسمعنا خيرا واطعنا خيرا وارزقنا اللهم العافية وادم لنا، واجمع اللهم قلوبنا على التقوى، وفقنا لما تحب وترضى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.